أزمة كانت تواجهنا مع كثير من ضيوفنا. بعض مظاهر الأزمة ظهر على الهواء مباشرة وأغلبها خلف الكواليس. الوقت القصير للبرنامج والرتم السريع جعل بعض ضيوفنا معترضين لأنهم لم يقولوا كل ما لديهم. أقول شيء؟ طارق لا أنا أبي شيء. الوقت داهمنا للأسف. أنا بدي أشكرك وحاسمع منك تحت الهواء. بدي أشكرك على وجودك معنا طارق العلي مشاهدينا. طبعا إن شاء الله نشوفك السنة الجاية دائما. تصرفتي دائما معنا إن شاء الله دائما. خلص لا خلصنا لقاءنا. خلصنا سارة. لا ما أرضى. ما شبعت من نت ولا شبعت من الجمهور. والله قبل ما نشوف التصويت سريعا. تفضل سريعا. لا أنت قول. جاوب. أيوه لا. بلا ما لا لا أنا ترى أدري أنا قاعد أسمع مثل ما قاعد أسمع بالميكروفون. خلونا نلعب بالنتائج. ترى شعيب جاي وكان خطأ اليوم إنه يجي. بنشكرك على وجودك معنا كان